تنسجات عضلات الرقبة موجودة عند نسبة كبيرة من الناس. هذه العضلات القوية التي تربط الرقبة في مفصل الكتف والجمجمة وتتحكم في حركة الرقبة المختلفة في كل الاتجاهات، الاتجاه الأمامي والاتجاه الخلفي والدوران الجانبي لمفاصل العمود الفقري في منطقة الرقبة. أول فقرة في الرقبة تسمى الأطلس، وثاني فقرة من فقرات الرقبة تسمى الأكسس، وهذه الفقرات ترتبط بغضاريف وترتبط في أربطة وترتبط في عضلات قوية لتحدد هذه الحركات. المنطقة العلوية من الرقبة C1 والC2 هذه حركاتها بتكون حركات دائرية لليمين وللشمال بمقدار 45 درجة، والفقرة الثانية والثالثة بتبلش وضعيات الانحناءات الأمامية. بروز الفقرات الرقبة من الخلف بيكون أكثر فقرة بارزة، اللي هي الفقرة السابعة الفقرة الأخيرة، ومن منطقة الرقبة تخرج كل الأعصاب الفرعية التي تغذي اليدين، وكمان يخرج العصب الحائر العصب الكحف الدماغي العاشر، ويخرج من C2 والC3 الأوكسيبيتال نيرف أي عصب حسي يغذي الجمجمة من نصفها اليمين، وعصب ثاني يغذي النصف اليسار. حركات الرقبة هذه لازم تكون كاملة ومتكاملة، وإذا حصل أي تشنجات في عضلات الرقبة في هذه الحالة بصير فيها ضغط على الأعصاب، وهذا بيؤدي للآلام التشنجات اللي بنشعر فيها، وممكن نشعر في آلام الرأس، ممكن نشعر في الشقيقة، ممكن نشعر في حالة من الدوران وحالة من طنين الأذن، كله بسبب فقرات المنطقة العنقية. 7 فقرات يحدد حركة هذه المنطقة الحساسة الواصلة بين الجسم والجمجمة والخلايا العصبية في الدماغ، وهذه الفقرات فقرات قوية تحتوي في داخلها الحبل الشوكي والأوردة والشرايين الداخلي إلى الدماغ والمغذية للخلايا العصبية. فأي تشنجات بصير في هذه العضلات في هذه الحالة بصير في عنا كل التروية دموية للمنطقة العصبية والخلايا العصبية في الدماغ، ومن هون ممكن نشعر في وجع رأس والدوخة والدوار اللي ممكن يحصل نتيجة التشنجات. هلأ الوقاية من هذه التشنجات طبعا إن نستمر في حركة الرقبة ونحافظ على دورانها وحركتها بالشكل الطبيعي، ونعمل هذه التمارين اللي بتقوي العضلات، لأن العضلات هي المصدر الرئيسي لثبات مفاصل وفقرات الرقبة. عضلات قوية زي ما انتم شايفين يعني بتتحكم في كل الحركات، ونتيجة أي برد، نتيجة أي لفحة، نتيجة نومي خطأ ممكن يصير تشنجات في هذه العضلات، فتعطي آلام حتى للمنطقة الأمامية. يعني ملاحظين المنطقة الأمامية كمان فيها عضلات، وللوصول لمنطقة الرقبة للجراحة يتم الدخول من المنطقة الأمامية من الرقبة والوصول لديسكات الرقبة. فيعني ضروري نتعرف على هذه العضلات، شوف كيف بتشتغل. عضلات قوية، لاتيسيموس دورسي هذه من العضلات الكبيرة، في عنا الترابيزيوس، في عنا عضلات أخرى عميقة، فنحافظ على هاي العضلات وعلى ليونة الرقبة، وهذا الحل الوحيد إن نتجنب آلام منطقة الرقبة والآلام المزمنة هذه. تحياتي لكم.